مرحبا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامج عين على الإمارات، عين سعيدة، عين محبة، عين يلفت انتباهها هذا التطور المستمر في دولة الإمارات العربية المتحدة. خذوا مثلا هذه العناوين: الإعلان عن تحويل دبي إلى مدينة ذكية، وعلى هامش معرض سيتي سكيب جلوبال إطلاق عشرات المشاريع العقارية بمليارات الدراهم، ونسب إشغال مرتفعة في فنادق دبي في ظل زخم سياحي في عطلة العيد. لكن في البداية دعونا نبدأ بطائفة من أهم الأخبار الاقتصادية. رفعت الفنادق في دبي أسعارها بنسب تراوحت بين 15% و 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك مع بدء عطلة عيد الأضحى المبارك وموسم المعارض والمؤتمرات. وقال مسؤولون في عدد من الفنادق أن رفع أسعار الغرف خلال الموسم الجديد يأتي لزيادة الطلب وتدفق أعداد كبيرة من الزوار والسياح إلى الإمارة. وتوقع أن تصل نسبة إشغال الفنادق بدبي إلى نحو 90% بنهاية العام الحالي. نشطت الحركة التجارية في مراكز التسوق في إمارة الشارقة والمحال التجارية عشية عيد الأضحى المبارك في ظل الإقبال الكبير من قبل المتسوقين الذين توافدوا إلى المحال التجارية بأعداد كبيرة ليشتروا احتياجاتهم لهذه المناسبة. وارتفعت المبيعات بنسبة 50%، وشملت هذه الزيادة كل قطاعات أسواق التجزئة ومراكز التسوق، وأسهم استمرار العديد من الفعاليات والحملات التسويقية والجوائز والسحوبات في تعزيز أداء سوق التجزئة في الإمارة. ارتفعت أحجام التداولات في بورصة دبي للذهب والسلع بنسبة 69% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 11 مليون و400 ألف عقد مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث ارتفعت أحجام التداولات خلال سبتمبر بنسبة 2% مقارنة مع نفس الشهر من العام 2012، لتصل إلى 28 مليار دولار أمريكي. وكانت المعادن الثمينة في بورصة دبي للذهب والسلع هي محرك النمو الرئيسي في شهر سبتمبر. أكدت شركات الطيران العاملة في مطارات الدولة أن الحجوزات تشير إلى أن نسب الإشغال على رحلات الطيران خلال الأسبوع الذي تخلله عطلة عيد الأضحى المبارك والتي تمتد لتسعة أيام تصل إلى 100%. وحصدت الوجهات الخليجية وخاصة السعودية التي تشكل النسبة الأكبر من الحركات السياحية والتي وصل الإشغال منها إلى دبي والإمارات بشكل عام إلى كامل العدد، رغم زيادة بعض الشركات لعدد رحلاتها للمدن السعودية، إضافة إلى بقية دول مجلس التعاون الخليجي وباقي الوجهات العربية. انطلقت إذن فعاليات الدورة 33 من أسبوع جايتكس للتقنية، وهو الحدث الأكبر في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في كل منطقة الشرق الأوسط، بل وفي كل إفريقيا وجنوب آسيا. انطلقت بمشاركة نحو 80% من أبرز شركات تقنية المعلومات وأهمها في العالم، وبحضور ما يزيد على 130 ألف زائر متخصص من 150 بلدا. وقد توج المعرض إعلان الشيخ محمد بن راشد رئيس الوزراء عن تحويل دبي إلى مدينة ذكية. ما هي تقريبا يعني مدينة ذكية ولا إيه؟ لنبدع معا بتقنيات جديدة، هذا شعار الدورة 33 لأسبوع جايتكس التقنية، والذي شهد مشاركة نحو 70 وزارة وهيئة ودائرة اتحادية ومحلية مركزة على الخدمات والحلول التي تدعم مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقتها حكومة دبي، وبمشاركة نحو 80% من أبرز شركات تقنية المعلومات العالمية، وبحضور ما يزيد على 130 ألف زائر متخصص من 150 بلدا، إضافة إلى 25 ألف تنفيذي. وقد قام حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم بالإعلان عن تحويل دبي إلى مدينة ذكية عبر إدارة كل المرافق والخدمات فيها من خلال أنظمة إلكترونية ذكية ومترابطة، إضافة إلى توفير الإنترنت عالي السرعة لكل السكان في الأماكن العامة. يميز المنصة السنة هذه أن توافر تطبيقات متعددة على الهواتف الذكية، منها مثلا على سبيل المثال اللي عرضناه نحن عندنا اللي هو تطبيق دفع عبر الهواتف الذكي، وجمعنا فيه أربع جهات حكومية وشبه حكومية، عندنا القيادة العامة لشرطة دبي، عندنا هيئة الطرق والمواصلات، عندنا هيئة كهرباء ومياه دبي في التطبيق، وكذلك اتصالات. فهذا طبعا نحن هني محافظين على السرعة
محافظين على توفير الخدمات مثل ما وجهنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أنها تكون في مكان واحد للمتعامل. وتماشيا مع المبادرة الذكية، حرصت العديد من الشركات الحكومية والخاصة إلى تطبيق خدمات ذكية في مختلف القطاعات، وذلك من خلال تسهيل حياة المستخدم وتخفيف التكاليف على الشركات. حرصنا في جايتكس على عرض أو تقديم خدمات ذكية في جميع القطاعات، تركيزا على قطاع التعليم والرعاية الصحية، وكذلك في قطاعات البنوك. حلول هي تعتمد على بالمشاركة مع شركائنا الاستراتيجيين تقديم هذه الخدمات لهذا القطاع، بحيث أنها تقوم بتوفير الجهد والمال على هذه الشركات وكذلك الحكومة. وكان هناك أيضا مشاركة لشركات خاصة سعت إلى التركيز على استراتيجية الحكومة الذكية في الإمارات والمساهمة في تحويل دبي إلى مدينة ذكية. موجود عندنا على الستاند برامج تتواصل مع مراكز الاتصال بشركات بمؤسسات حكومية مثل الـ RTA وإدارة الهجرة وشرطة دبي، تسمح للعملاء من أي مكان بالعالم يتواصلوا معهم على الويب سايت من خلال كليك اند توك أو كليك اند دو فيديو، انه بكبسة زر بيصير عندهم فيديو. كمان إدارة الهجرة والجوازات عندها مبادرة بمركز الاتصال طبعا يكون عندهم خدمات للصم والبكم. سيلاحظ سكان دبي وزوارها مدى تطبيق الخدمات الذكية على معظم القطاعات منها الاتصالات والدوائر الحكومية والمطارات، وتوفير للمستخدم الوقت والدقة بأسهل طريقة. كشفت فعاليات معرض جايتكس لهذه السنة عن حزمة من التطبيقات والخدمات الذكية والتي تهدف إلى تحويل إمارة دبي إلى مدينة ذكية، وذلك وفق ما أعلنه حاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد المكتوم. منى الحيمود، CNBC عربية، دبي. نظل في إمارة دبي التي استطاع قطاع ضيافة فيها متمثلا بفنادقها على اختلاف مستويات هذه الفنادق، استطاع تصدر القطاع في كل دول المنطقة للشهر السادس على التوالي، وذلك في ظل الإقبال المتزايد على دبي من قبل السياح داخليا وخارجيا، خصوصا مع تدهور القطاع في العديد من الدول السياحية في المنطقة جراء حالة التوتر السياسي التي تشهدها تلك الدول. شهدت نسب الإشغال في فنادق دبي نموا بنسبة 2% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الحالي 2013، ليصل إلى ما معدله 86%. حافظت فنادق دبي على صدارتها لمدن المنطقة في العائدات على الغرف وأسعار البيع والإشغال للشهر السادس على التوالي، مسجلة معدل إشغال بلغ 86% خلال النصف الأول من العام 2013، وذلك بحسب تقرير أرنست ويانغ للاستشارات العقارية. وأفاد التقرير بأن الإشغال ارتفع في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2%، وسجلت فنادق دبي خلال الفترة نفسها متوسط عائد على الغرف يبلغ 898 درهما يوميا بزيادة بلغت 9%، ووصل سعر بيع الغرفة إلى 1041 درهما مقابل 981 درهما بزيادة نسبتها 6%. فيما ارتفع العائد على غرف فنادق وسط المدينة في دبي بنسبة 8.5 النقطة المئوية خلال الشهور بين يناير ويونيو من العام الجاري، مسجلا 706 دراهم. أما في فنادق الشواطئ شهد نموا بنسبة 9% أيضا، ليصل في النصف الأول إلى 1206 دراهم. وأوضحت بيانات أرنست ويانغ أن العائد على الغرف الفندقية الشاطئية في دبي وصل إلى ما يعادل ضعف العائد في بعض فنادق مدن أخرى مثل المدينة المنورة وعمان وبيروت. وحول أداء الفنادق في يونيو الماضي، بيّن تقرير أرنست ويانغ ارتفاع معدل الإشغال في فنادق دبي إلى 79% بزيادة قدرها 1%، وارتفع متوسط سعر الغرفة بنسبة 5% مسجلا 705 دراهم عن مايو 2012، على الرغم من أن شهر يونيو صادف بداية شهور الصيف. قاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لإمارة أبوظبي إلى تقليص نسبة احتمال التعثر في السداد خلال الربع الثالث من العام الحالي، لتصل إلى 4.5% مقارنة بنسبة تصل إلى 7.4% خلال الربع ذاته من العام الماضي،
لتعزز بذلك الإمارة مركزها ضمن أفضل الاقتصادات العالمية في الجدارة الائتمانية. صعدت إمارة أبوظبي إلى المرتبة 14 ضمن قائمة الاقتصادات الأفضل عالميا في الجدارة الائتمانية خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع المرتبة 17 في الربع الثاني، وذلك بعد أن هبطت كلفة التأمين على الإصدارات السيادية للإمارة إلى مستويات تاريخية دون 60 نقطة أساس. وأظهر تقرير صادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز كابيتال آي كيو تصدر أبوظبي اقتصادات منطقة الشرق الأوسط الأقل مخاطرة والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها الائتمانية خلال الربع الثالث من العام الحالي، تلتها المملكة العربية السعودية التي حلت في المرتبة 17 عالميا وقطر في المرتبة 18 عالميا. ويعكس التراجع القوي في تكلفة التأمين على الديون السيادية لأبوظبي ضد مخاطر التخلف عن السداد أو إعادة الهيكلة التحسن القوي في الأداء المالي للإمارة وترسيخ ثقة المستثمرين بمتانة الأوضاع الاقتصادية والمالية في أبوظبي. ووفقا للتقرير، انخفض متوسط تكلفة التأمين على ديون أبوظبي لأجل 5 سنوات خلال الربع الثالث من العام الحالي ليصل إلى 64.15 نقطة أساس مقارنة مع 106.6 نقطة أساس في الربع المقابل من العام الماضي عندما حلت في المرتبة 24 عالميا. ويقيس التقرير الفصلي لمخاطر الديون السيادية قدرة الدول المصدرة للسندات على الوفاء بديونها، حيث تحصل الدول على تصنيف أعلى كلما كانت احتمالية عدم الوفاء متدنية. بعد فاصل قصير مشاهدي الكرام، وفي هذه الحلقة من عين على الإمارات، محاكم دبي تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، تصوروا. هذا البرنامج